شوف الوداد واخا يخرج من كاع المسابقات تيبقى فريق كبير. الوداد من الفرق اللي قاطره ديال كره القدم الوطنيه. الوداد لما تيخرج من المسابقه فماشي الوداد اللي كتخسر، المغرب اللي كيخسر، لانه الوداد يمثل المغرب، وشفنا انه الوداد في السنوات الاخيره كيفاش مثل المغرب احسن تمثيل، وقدر انه يرفع القيمه ديال كره القدم الوطنيه في الساحه القاريه. فتنظن انه اي ظروف تعيشها الوداد تبقى فريق كبير، وفي اضعف الحالات ديالو النقطة إلا قديتها مع الوداد تتبقى نقطة مهمة، دونك الوداد ما نستخسروهاش وما نقولوش أنه تيمر مرحلة فراغ. وي نتمنى أنه يخرج بسرعة من هذه المرحلة اللي كيعيش فيها، شفنا المشاكل مؤخرا وشفنا خروج من عصبة الأبطال، ولكن الوداد فريق كبير وغيبقى كبير. وأنا من الناس اللي مدينين لفريق الوداد، دوز فترة ديال 3 أشهر مع فريق الوداد البيضاوي، تنبغي نشكر المكونات ديال فريق الوداد، لأنه ملي خرجت من الوداد ما هضرتش وما طرقتش هذا الموضوع. فتنبغي نشكر جميع مكونات فريق الوداد البيضاوي على الثقه اللي تاقوا فيا والفرصه اللي خديت. علاش نقول مدير فريق الوداد البيضاوي؟ لانه باش تلعب دومي فينال وفينال ديال الشامبيونز ليغ صعيب جدا، ففريق الوداد البيضاوي يثق فيك ويعطيك هذه الفرصه، فانا مدين لانه هذيك المده اللي دوزت وي عطيت انا اشتغلت خدمت، ولكن اللي خديته من هذيك الفتره اكبر من اللي عطيت، لانه احسن لي ستاج في العالم ما غتاخذ فيهم داكشي اللي خديت في الدراسه ديال 3 شهور في فريق الوداد البيضاوي، لا من ناحيه ديال التعامل في الفيستير القيمه ديال اللاعبين اللي كاينين في الوداد البيضاوي، لا من ناحيه ديال لا كومبيتيسيون اللي تيلعب فريق الوداد البيضاوي. فتنظن انه استفدت كثير، وتنشكر جميع مكونات الوداد، جمهور، مكتب، لاعبين، مسيرين، فشكرا لفريق الوداد البيضاوي، لانه عمره ما تحت لي الفرصه اني نقولها اليوم انا كنقولها. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.